شباب وهواة لفن التصوير الفوتوغرافي فتحت لهم مسابقة أحسن صورة للهواة في طبعتها الأولى المجال من أجل المشاركة بأحسن صورة تحت شعار صورة عدستي تعكس جمال رؤيتي. المبادرة كانت من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى وبإشراف من الديوان البلدي لترقية وتسيير الممتلكات العقارية. المبادرة هذه كانت مفتوحة لجميع الهواة المصورين الفوتوغراف على المستوى الوطني، وكانت في طبعتها الأولى، وكنا متخوفين نوعا ما من المشاركة. فتحناها لمدة يومين أمس واليوم الجمعة، والحمد لله كانت المشاركة ممتازة وكانت لقات الصدى نتاعها. جولة فوتوغرافية فنية سياحية رفقة شباب وهواة التصوير شاركت فيها الحياة الجزائرية عبر 4 حدائق من العاصمة لترصد لكم أهم زوايا فنون التصوير الفوتوغرافي للمسابقة، والتي تهدف لإبراز أحسن صورة لحدائق البهجة بالجزائر العاصمة، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة أكثر من 100 هاو ومختص في التصوير من كل ولايات الوطن. المسابقة هذه كانت مبادرة جيدة من طرف مديرية الحدائق البهجة. كانت مبادرة جيدة للتسويق عبر الحدائق الغير معروفة هنا في العاصمة، وكانت مسابقة تشجيع المصورين الفوتوغرافيين الذين يتواجدون هنا في العاصمة وتشجيع المواهب الغير بارزة. جوائز معتبرة سيقدمها المسؤولون عن المسابقة للفائزين، حيث سينال الفائز باللقب الأول جائزة مالية تبلغ قيمتها 5 مليون سنتيم، بالنسبة للمركز الثاني فسيكون نصيبه 3 مليون سنتيم، والمركز الثالث 2 مليون سنتيم. هذا وسيكون نصيب المشاركون 20 الأوائل نشر صورهم بمجلة خاصة مع ذكر اسم مدينتهم تشجيعا لهم. هادو الهواة لازم نشجعوهم، لأن علاش؟ باسكو هادي باسكو الناس باش تخلي اثار تخليها بالتصوير بلا فوتو، ولا ما خليناهاش باسكو لا نخلوها غير بالهضره ما تمشيش. مسابقة تهدف إلى التعريف بأجمل الحدائق الجزائرية التي تعد فضاءات أمنة ومريحة للعائلات والأطفال من أجل قضاء وقتهم، فالجزائر بلد سياحي لديه الكثير من الزوايا الجميلة التي يعكس هؤلاء الفوتوغرافيون صورتها الجميلة من خلال عدساتهم.